حضرت أمور بالكل. عندي 25 يوم وانا ليها كان بها الحكاية. وصلوا التحاليل بفرنسا؟ وصلوا. ايش قالك الطبيب؟ ولا ما نعرف. لازم نبدا تريتمون تاعي في اقرب وقت. غدوة نسافر نهاري من بعد ندخل السبيطار. سمعت اللي توي غالي برشا بالحق. يقول انت عندك ناسيوناليتي فرونسيز واسيورونس مالادي. وزيد بوك خلي لك الخير والبركة هنا وغادي. تو تشوف يا شهنيت. ورا سورتي هذا ما يقعد كان حديد. خايبتني كان بنتي. يزي يا شهنيت عاشقتي. لا بالحق لي خاطر اللي تعدى على دارتي ما قلتلوش حساب. حسب الدنيا تسكرت في وجهي. لي الدنيا عمرها ما توقف وما يتسكر بيبي لما يتحل بيه. وزيد كده لدبخيمات دوي ما ينفعكش. يلزمك تغلب المرض شهنيز. تسمع فيا؟ ان شاء الله نرجع لبنتي. ما عندك حتى فكرة قداش قلبي يوجع فيا. كيفاش باش نمشي ونخلي بنتي؟ في عينيك. لازم نستعملهم على الاخر هنا ونعملهم كلام اختي اسمهم تاعهم كان لازم. يا اخي ما يزيكش من البنات. شنو انت يا اخي اش عندي عملت؟ في نخزر هكا هو. اش عندك عملت؟ في نهار كامل تفرق في نمر التليفون نتاعك. يا اخي ما تخافش تو نهار تجي واحده تصب بيك على التيرين. اش بيك يا اخي؟ منين مش تفيق سيرين تحكي بالحق؟ مش صغير. اخترع عقلك. لا مش عقلك هاو نيه سيرين ذاك علاش تحب. اما نحب عندي شويه بزنسات على جيرك. شوف شوف مالتي. ها مش حاجه كما تشوفيها ماهيش ناتوريال شعرها مسبوق وزيد عامله لونتي هكا في عينيها. هذيك تعرف كان تغسل وجهها تخرج لك كنغولة. وما هي ما نتصورش روحي نغسلها وجهها بعد. اسمع خليها كيك بالصبغه واللونتي وبزيد مكياج كنت تحب. اي من بعد؟ ما هدي شنو هو من بعد؟ نعمل لك تصويره؟ باهي والفيداليتي. الفيداليتي هي حاجه مقدسه وتري امبورتونت. اما شنو نخليها لسيرين هذيك. والله انتلني يا في بالي تحكي بجدك على الفيديليتي. والله نحكي بجد. اسمع فيديليتي كيما قلت تري امبورطون. اما تقعد ننسى هذيك. اما انا راجل من حقي باش نشيخ ونعمل جو. نحب ندور نعقل تبدا عندي حويجه هوني حويجه في الخارج. نبدا خوك مستكوزي هكاك. تصورني انا عندي مراه شدد وجهها حياتي كامله ولا نمرضها يمكن. ما تحت تحس مسره وذي الكل. اللهم انت توا تصبي. شوف الباترون شو مش يعمل طبعا. في الصندوق هذاك فما ألبوم فيه تصاويرين فيه دو دي في دي صورتهم البيع ان بور سي 18 ans ناخذها عالعرس. ليه هذوك بامانه نحبك تعال شامبا. بيزي يا شهنيز عايش اختي. تو تو راهو ترجع لاباس. تعال شامبا انت. انت تعرف عمرتي. ما نحبش بنتي تحس روحها من غير ام. تو قاعده صورت لها دي فيديو نحكي فيه معاها. بيه شهنيز. الليلة باش نهز بيا. كيفاش باش نجم نبعد عليها؟ كيفاش باش يستقبلوني وش باش نقول لهم؟ قول لهم اللي الطفلة بنتهم بالقانون. شلون باش يلوخوا بنتهم؟
قد يصعب علي هالحكاية ليلي. مش نعملهم بنتي ونمشي. جا عندي شكون نخليها؟ ما هو إلا بوه ومهم إلا عائلة بوه. شنو بشي لاحوا لحمهم ودمهم؟ وزد انتي ما عندك حتى حل إلا غالب. ماستي جيت بدلت لي برنامجي الكل. قداش الإنسان ضعيف؟ حتى شيء. عايشين نعملوا في المشاريع ونتعاركوا داخلين بعضنا والموت تستنى فينا في الدورة. ما ضيق من المزيد. جست عندي سؤال هام جدا. ساش تقعد فيك. هو سؤال. تقعد تقعد تقعد. تعرفش ميكي قداش عنده من سنة؟ لا ما نعرفش. تعرفوا رايحة من عرش وزلنا نعرفوا الزوزرة. نقول لك حاجة. أعطيني نمرو وأول ما نعرف تقول. كيفاه؟ أعطيني نمرو كاتب. اللي غادي خاطر نعرفوا بالبديل الفيانسي نتاع سليم بنت حومت. يا بس ناس شفت قالك عام الحب قدر بيلي وحب لا يرى الشمس. هاي كم صميلي زعما. شو كالعادة ما في مخك الا يسر بيكلم الراجل على الديسيون. امشي الفاك معش وقف عنا تديرة تشوف فيه وشارين خلي واحد يرتاح. تعرف شو حب ناخو وانا المتريش كي نسكت الشيء. وانت تشبه وقت مش تحل بورتابلك وترجع لدارك متنقص من الافلام متاعك. شنو هذا ياسر؟ فديت مني؟ هكا تو انا فد منك. انت كانك علي جاسك المحذية على طول انا. ماك تعرفني وحدي. اختي عرست وامي راها مريرة في الشر. حتى الوالد دوكا راه وحدي ما مخ. اما امك مسكينة باز راهي متقلقة عليك. شو وقته؟ شو؟ الحكايه اخذت اكثر من وقتها راه طفيها يسر وارتاح انت هك انا نطفي يسر احسن حاجه تعملها في حياتك. شبيك مهدي تحب تبدا اي بلاصه تمشي لها يقول اخذ الملكوب هذايا تاخذ من عود بصباع هكا حياتك كامله هكا الابيض اللي ماخذ البلاك. شوف لي يسر انا ما نرجع للدار الا مامي تمشي تتكلم لي على يسر. واضح من الغرام هذا انا عمري مريت. تو هكا اخوكم جمع ما فماش ريحته وانتم ساكتين. راهو خلي بها عليا خلي لي الدار وخرج. والله واعلم عليه وينه تو بلكش مشى يقسم يطلع شي 17 بالك خذيها هذا ما يعمل تيرش. انا كلمته بورتابلو مسكر تنكلموا انا مسامعه عاونوني عليه كيما لقاكمش نتوما باش تقفوا عندك تيفي شكون باش نلقى؟ فهمت علاش ما تخليوش ياخذ المرة اللي حب عليه؟ سكتوا عليا دالي يز يا مراد هكيكا باش يعاوني هذاك. انا قلت ما يخش طفله سمراء وانا حي ولو كان حتى خذيها وانا ميته يدي لو تخرج من قبري. لطف لطف عليك فهمت ديما عكستنا. انت اللي تكبر في راسه انت اللي تعاون فيه باش ياخذها كل انت سبب بدي يا مراد. انا زاده مش عجبتني الحكايه. وليه؟ خوك مهدي عمره 24 سنه شايفه منه العكس حكايه حي الدريب. ما عجبته الطفله يخرجوا منها انتم على الحكايه. ما نحبش ولدي ياخذ طفله سمراء سيرنيه. هذا كان خذاها تبعت شي ما يبط. ما نحبش ولاد ولدي يطلعوا يشبهوا لامهم. ما حليني
نبدا ويقش هكا شدة بنية صغيرة في يدي ولا ولاد صغير محلتة يقولوا لي شكونوا هذا؟ نقول لهم هذوك مولادي. شباب يتعرف دي ميتيس مزيانين. ارتاح يا مراد، امي قالت لا معناتها لا. اش بك مراد؟ انا وياك عمرنا ما نتفاهم. قالك حديثك مع اللي ما يفهمكش وما غير ما تعمر خوك عليا، سمعت؟ مش نعمر فيه، ما قلت له حد شيء. ما لعوني بسكيت. انت كان مهدي يجيب لك طفله بيضه تللش ولا تطلع لك مشومه قرومه كما نعرف انا لما تعمل فيك وفيه. زيد تعاند يا مراد، يا خير ياخذ اصحابك هاو، لازم كان بالعرس هاو. اي انت نورمال، معناها بنت الناس صحابه بعضي لوح. اش بيك هذا لي؟ يا اخي مع سقدر العباد كان جيت عندك اختك اش تعمل؟ تحب ترضى شكون صحابه بعضي لوحها؟ كي مراد ليه؟ انا بيتي ما نرضاش ولادي يتفسخوا على بنات الناس، ما ربيتكمش هكا انا. اما هاو جاي شكون يخطف فيها؟ ربي ان شاء الله يهنيه، اما بعيد على ولدي. اش قلت دالي تكلموا؟ حتى نكلم كان ما لقيتوش نكلم الياس. عندك مرو الياس؟ عندي عندي، تاخذ تو. لازم ابعثوا لي مساج. اوكي. اسمع ودي نحبوا ليلى يبات في الدار، سمعت؟ اش عملنا توا انت؟ تقعد هكا مروح في الدار ياسر؟ ونستنى فيهم يرخوا. ان شاء الله يرخوا. حليت تليفوني بس تكلموني. سامحني كلهم. انت سامحني ياسر، خاطر هزيتك الدار نطيحوا لك من قيمتك، عامل فيك كأنك ماكش كيفه. مش مشكلة، مفيد انت تحبني. شوف طاولة شوف. زوني باش نقول كلام لامي عمري ما كنت نصور روحي باش نقول. تعرف كان جاي ملا فورماليتي وملا قواعد وملا عقلية. تعرف كان جاي ليدي انا تو مشيو البلدين نكتبو صديق عزيز. بالحق ويك تضحك يا اخي، شنو هي الحكاية؟ نكريو استوديو صغير ومعاه ديفون لي وناخذو طرزة صغيرة وتوجي نمدح كا. السلام عليكم. حتى انا ما حشت بشيء، لا بيوت صالة لا بيوت فطور لا بيوت نوم لا زرابي لا ريدوات، ناخذو كان اللي حشنا بيه، ستة أصحنة ستة مغارف ستة فراشت وستة كيسان. يزي قريت مسألة الدنيا كان حاب نسهلوها. تليفون دلي باز جميع بشي رخوة إن شاء الله يا رب. وي دليش بيك تضحك، مانيش نفضلك راني، راني في الفاك. هاي كملت باهي باهي باهي. شبيك شفهم؟ نعرفش مادام دلي كلمني معناها الحكايه مش باهي. يزي ذاك يرتب معك في السيرة. جيت الحكاية بيها راه كلمني مراد. انتي تعرف اللي مش مراد يحكم في داركم. بارك الله فيك. عسلامة. عسلامة. عسلامة سيد أحمد. عسلامة. سافا؟ الماكينة لاباس عليها؟ ما تحت شامبان؟ لا لاباس. خسارة؟ علي؟ لا خاطر خممت لقيت هذاك الحل الوحيد باش الشركة اللي نخدم فيها تبعثني نعدي بحذاكم نهار. حتى لتو مازلت شادة روحها. تو كيف تتيح بانتا نقولك. سيد أحمد أنا ما كنتي تعبتني، جي تشوفها. أوكي. أتو نكلم الشركة تبعث لك شكون يصلح حالك. اوه سلامة. محليه سيد احمد يتحط على الجرح يبرق. قديش الدنيا معوجة الحسينة. علاش؟ على خطر كل مرة يجي انا نخزر له وهو مطفيني وهو يخزر لك وانت بطفيته. تعليه ما تعطيهوش فرصة. يزيني من الفرصة ضايعة. ما ينسيك في الحب كان الحب، وما ينسيك في الراجل كان الراجل. والله شي حير. انتي انا كنت على باب عرس
راجل ذيب كيف الملح بين عشية وضحاها. بدل المرور كرهبت قدام الخدمة ويقولوا لي في كونج. كيف حصرته قال لي وجهي انسي وجهك عمري ما ريته. مش أول مرة تقع لك، لازم عندك عقدة في مكتوبك. أنا بالحق وليت عندي عقدة مرشي. يا سيد أحمد ما عندك ما تخسر، والله يهب لي أمان. ميسالش راجلي بعث لي فلوس من فرنسا. لأن حيشة شي على ولية الناس لولا قالوا بفلوسك عنقر كبوسك. أنا كبوسي تكب ساعدو طلقة. حتى الناس لولا راهم زادوا قالوا حنا وخلاخل ورجل آخر. حنا وخلاخل ورجل آخر هاي محليه كلامك يا عم النجاح. المنجي محليه كلامك يا عم المنجي النجار. في الحقيقة أنا إبينيست ما نيش نجار. ماكش نجار يا عم نجار؟ إبينيست هو أقوى من نجار، فنان. كرنيت علي النجار. لا هذاك ما اسموش علي النجار، اسمه علي الحجار. عنا شاعر تونسي رقيق اللقب تاعو النجار. وأنا يا مدام فنان في اللوح، معناها نخدم البيوضي، نخدم الموبيليا، الويكانز، الويساز. إبينيست كان عارف يا ذي الطليان الله يرحمه برحمة النصارى كانت زيرو، يقول لي الإبينيست جاية من ليبان. كيف خل خال عيشة ويبان؟ لا يا مدام، ليبان هو لوح لونه أكحل. هو فما لوح لونه أكحل؟ إيه فما يا مدام، اللوح يفرق راهو كيما العباد، زاد العباد تفرق. فما عندك اللوح الابيض واللوح الاحمر واللوح الاكحل، واللبان بالعربيه اسمه الابنوز وجايه من افريقيا. كيف الموز؟ لا الموز اي هو الموز جاي من افريقيا. أي كيف الموز واللوز والروز والزوز وبوسعدية وكراكوز. يرحم والديك، كل حاجة يا مدام توفى بالأوز جاية من إفريقيا. تقوليش كل بلاد اللي يعملوا فيها كورس جمولات في إفريقيا؟ تحكي على دوز؟ لا يا مدام هذيك ما هيش في إفريقيا، دوز راهي في تونس. هنيتني هني قلبك. قلك هذه إفريقيا يلدف بينا بلاد الأغوال والأهوال. أي يا مدام هذيك بلاد السيودة والنمورة والفيولة والكركدن، وعندك الزرافة هذيك اللي عنقها طويل، وعندك الخفافيش هاي كعبة الخفاش، وعندهم كل حيوان هذاك اللق 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 اللق. ماما عليك جنان بنت الري. تفكر كي كنت صغيرة كان بابا يهزني يشري لي أمبولة كوكاكين رميه القرودة. ما عليهم القرودة ضحكوا. هاك يا خوش فهم مستح شو مرامة تيكوز جمعة كان فيك برده بالمسكر خلينا مبجوعين. أمي هابلتني مرات حبيت نبقى فماش ما تراجع رف سينو فما كلام آخر. أمك مش تراجع رح والكلام الاخر باش نحكيو فيه تو. حليب بالشوكولاتة. اي باهي كيفاش ناوي تقسم؟ اي ناوي نقسم. يزب بكلام فارغ نتاعك قالوا ناوي نقسم. اش بيك يا اخي؟ مراد عاش خويا انا ما قلت لك الا ما همك لازل. يا خويا حقي بابا خلالي ورثة نقسمها ونعيش بها انا ومرتي. اش نقسم الدار نتاعك؟ تحب ننسى الحكاية؟ سهل ياسر. تمشيو تتكلموا لي على الطفل. مانيش نتكلم عليها سافا كيس الدنيا شويه الناس. قول يوسف تصبر شويه انت مش هزرب الكل. كملوا قرايتكم اخذوا بعض عرس. ما مش في عرس انا اللي قرر وما ناخذها كان هي هو في جنبك. بدك علي شي لسي جنو شو نعملو شوبينغ حسن كل كنبي ويزي مشارين شويه لقيا لفعه
يا امي حوجه كل لي موديل ها السبع ميد مرو يزمني يكون حاطه الحطه منين ما عندك موديل بس الكلاس نتاعك بشي ترشق ما نزيش خليني يا ما وي يا هلا ايمان لاباس مثبته هوا بالك غلطه فيه مرسي شتم ايمان شبيها زيد قال شفت لي اسمها واحده في القهوه هذيك غايره من تاع الحيول زعما بس يا سيد علي علاش بس يا سيد خلي يقول شي حب باه باش نبداو بالكونت خويا هذاك بلوكي ما تنجمش تتصرف فيه كان بعد 3 سنين اخرين شنو بالحق برس البنك تقول لك عندك كونت تر هاني بنكيجي نحكي معاه بالنسبه للبلاص نتاع رفايات هذاك الكل مرهون انا خذت بيه قرض باش حليت الشركه نتاعي نعم نعم برا حاول تجبد التيتر من دفتر خانه تقول لك مرهون قديش مرهون 800 مليون وبلا حق انت باش ترى لا عندي الحق هاك تخليها عند بلاص بابا نواصلوا في تدمير البرنامج الماست نتاعك انت روبلاك اللي تحب تبيعك في رزق بوك شو دالي ما عادش تجبد على لسانك سمعت يا مسكينه ما قالت لي حتى شيء مسكينه تزخ واحد دلفها بسبع عروس الحكايه هذه مجيش على بالك مش هيتزن علي في بالك اللي الناس ما يخطبوش وما زالوا يقراو ما عندهمش خدمه لما هو يحب يلصقوا لك ودي كي تقو تحت راسك اسمع مش لازم تجبد العباد انا احشم منها ما زاد ما كملش كلامي ترس لنفتك من بعد بيه باش نوصلوا للدار اللي انت ناوي تقسمها سي شباب تقسم الدار اللي تسكن فيها امك هكا تربيت انت معناتها على خاطر واحده ما تهزش مقص النار معناتها على خاطر واحده ما تهزش مقص النار تمك في الضيق ولا بيعوا دارها هكا تحب انتي تسمع فيا مهدي تقسم الدار اللي تربينا فيها الكل وزيتون اللي بوك فينا عمره فيه تقسمه زادة امك ردتك راجل منه حبيتش نوصل لك ما لوين حبيت توصل لبابا قل لي وين ناوي توصل في بالك انتي توا كبرت وكل كلمة ولات بحسابها معاش وقت ضحك ولعب وتفليك ودانس وريح بالحق انتي قل لي صوت اصبروك مات جرب روحك تحرك ولا اعمل اي حاجه صدقني ما نخلي فيك حتى شيء صحيح حقي باش ناخذ وبالقانون زيد بالقانون ياك بويلي انت تعرف قديش قضيه تاع قسمه تاع دار ونشي وبلاص عندك فكره عندك باش تخلص عبد المنافذين ومحامين تو نلقى الحل ما تنجم تعمل حتى شيء على خاطر ما عندكش فلوس وإجراءات المحكمة طويلة ونزيد أنا بلعك في الديون مات الطفلة ماكش مخاف وليلة بيت في الدار مات أنت أخويا الصغير وما دامك معايا ما ينقصك شيء مرات تخليني وحدي توقفش معايا قوم قوم عايش خويا قوم أمك مريضة في حالة قيب تشد الفرش على خاطرك باري انتي خليني نحب نقعد راحتي شوية ايه على كيفك أما عايش خويا روح اوكي يا منجي انت تعرف افريقيا لا الحق متاع ربي ما نعرفهاش بيتا ياسر افريقيا نعرف منها كان البنوز والموز واللوز والروز والزوز
الزوز. اي صحيح صحيح. وهي زعما اللي فيها جزيرة كواك كواك؟ لا هي فيها جزيرة مدام كاسكار، اما جزيرة الوقوق هذه ما سمعتش بها يا مدام. كانت تخرف لي عليها امي وقت كنت صغيرة، كانت تقول لي في السند. لا سند هذيك في قفصة، ثم السند وثم السند. السند هذه تجي حذا الهند، توا يسميوها الباكستان. تبارك الله عليك قدكش متكون. ماني نقرا ياسر قفال اليوميات، اي كل يوم نحي وريقه ونقرا القفال نتاعها. ما هو هكاك تثقف برشا برشا، كي نبدا قاعد في القهوه مع ولاد الحومه نبهرهم بالمعارف نتاعي يا مدام. قفال يوميات الكل قريته؟ اي صحه ليك، من الثقافه عندك. انا ما نقرا كان النكته وضحكني. بنتي ريم مشوم تقول لي ما تضحكش تبكي. لا لا اما انا ضحكني. لا 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 يا مدام ثقف ياسر، هاي اليوبيه العربي فضلك بيها انت. شوف يا مدام، انا من غير ما نشكر لك روحي كنت في مباريات بين المدارس ديما نجي الاول وانا اللي نربح. تبارك الله عليك خديكش متكون. انت تعرفها حكايه جزيره الوقواق؟ لا لا يا مدام ما نعرفهاش، الكمال لله. هي حكايه حكيتها اليوم وقت كنت صغيره. وش خص كان نلقى شكون يحكيها لي؟ هي تحكي على راجل خذ جنية. هذه كيف حكاية العون صاحبي، ما هو زاد كان ماخذ جنية. انت عندك صاحبك خذ جنية؟ اي اما يا حسرة توا طلقته. هما الناس الكل يطلقوا حتى مجنون. لغالب يا مدام هو ما طلعش دي قردي معاه، اللهم عافينا اللطف يا ربي، خانها مع أنسية. تفو عليه، أما رجال كل فالسو خوانة. أنا مدام ما نخونش. أنت زعما ما خنتش مرتك يا مزور؟ لا لا عمري ما خنتها، خاطر عمري ما عرست. قل والله. والله ورحمة أمي ما زلت عازب. قلت من الأول. إيش قلت بعدين؟ إيش؟ سامحني يا بنت، لباسة؟ كيفاش قلت لي اسمك؟ قلت لك اسمي المنجي. منجي. منجي ونجيت. باي. نجيك ونجيني من عين الحساد. هذه يا مدام غنايه بتاع علي رياحي. نجيك ونجيني من عين الحساد. سمحني يا مدام، مش هذه الطبقه، ها هي الطبقه كيفاش قد قد. ينجيك ونجيني من عين الحساد، خليك ويخليني عيشتنا أعياد. دمتك لما نكون اثنين، دمتك بعاد عن العينين. دمتك لما نكون اثنين بعاد عن العينين. صبحني يا مدام، عجبتك الغناية؟ أي بلا نرجع الموضوع اللوح. أنا اللي اسمي جيني منه حد شيء غريب، اللي يبدأ مشكيك ومغيار كيفه بتكون كنيته خايبة. زعما أمي أنا أمك نعرف حلو منك. اللي يبدأ مشكيك ومغيار تقع هو يعمل في العميل ويصخيب الناس الكل كيفه. زين ثبت انتي سيري، ما تصدقيش تو بكيفش بنثبت. اسألوا حسبته يقلي. مش بشي يقلك، أما بلش يتربث ويدخل بعض. تنكلم فكيبي، لازم يكلم في الطفلة الجديدة
كان هو طلبك وقاف وكبي راهي الدنيا قامت وما قعدتش. المحرم علينا حلال عليهم. خليني ندخل معاك. باين سنك في الكهرباء. جيبي بقى يا عشقتي. عسلام عسلام تفضل شوف 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 الحكايه هذه متوفه الا ما تنحيها انت من راسك. يعيش بنتي راهو العائله كي تبدا ماهيش حابه ما عندك وين توصل. وحتى كي عرست ما تتهنيش. انا ومهدي كان عرسنا نتهني. تعرف باش يعمل على خاطري ما اش باش يعمل؟ باش يقسم الرزق نتاع ابوه. واه وعلاش هكا يا بنيتي؟ على خاطر امه ما حبتش تجي تخطب. وهذا حل وانت فرحانه؟ هو حل ماهوش حل حتى تعرف. علاش هكا امي ديما تحب تسكرها في وجهي؟ تحبني ناخذ سلاح بالسيف؟ حتى كان مهدي عمل حاجه تقف فيها وتولي حاجه خايبه. تحبك تفهمني عايش بنتي راني مني ضد مهدي يعني. مال علاش شاده سيف في حكايه سلاح؟ على خاطر نعرف اللي حكيتك انت ومهدي ما عندهم باش توصل لو كان يخفوا فيها داره. محسوب مهدي راه لاباس عليه كي يقسم النجم ونعيش ونعرسه. هذا الكل كلام فارغ راهو متاع غش. ماما مهدي عنده جماعتين ما حتى سيقوا في دارهم ومسكر بورتابلو. عمري ما كنت نتصور اللي هو يحبني هكا. اليوم كي حل البورتابل متاعه كلم خوه الكبير. ان شاء الله يخليوه هي ياخذك يا بنيتي. اما يذنوبي انا راني شده في كلامي اذ كان ما يجيوش تاخذ سلاح. تو تشوف ماما باش يجيو يخطبوني. ان الحكايه هذه راهي ماهيش عجبتني. شكون قال لي هي بنتنا؟ الفيلم هذوما رانا نعرفوهم. هذا ذي ما تخش المخي. هز بنتك وبرا مشي شكي او كل حاجه قدامك. شكي توفيت علاش بنتي دالي عملت تحليل وطلعت بنتكم وخذت اسمه وخلصلها في النفقه. اما انا مش عارف فلوس. الحمد لله يا ربي عمري ما كنت نخلي بنتي لحمي ودمي. أمينة طلع عندي في فرنسا شوف نرجع شوف لي مراد تسمع فيها؟ كلمة كله صحيح. شو؟
ماني انت في بالك بالهدره؟ في بالك بالهدره كله ساكت؟ ساكت؟ هاني قلت كلامك كله صحيح. مش بيك مش فن. مولاي هذيك صاحبت راجلك والطفل هذيك بنته. ينهاري عليك يا بناتي، ينهاري عليا من كان مخبينا هذا الكل. تعرف اللي هي بنت خوك، عطيني نقول خليني نطلبك نتهنى عليها. مراد تقول مرداني سامحني راني ما شبانيش. بنتي مسكينة ما عندها معاملة. هكا يا عايشة يا مراد، عمري ما ننسى وقفتك معايا، عمري ما ننسى. Thank you.